شنو مالي علاقة؟ هاي سرقة تمت في داخل المصرف، وعملية نصب واحتيال وتزوير في أوراق رسمية لمواطن، مدير المصرف بنينوى يجب أن يكون بالسجن. سيف الشمري يقول أنا بقيادة الشرطة نينوى وفوج الطوارئ السابع، يقول كنت أمر بظروف مادية صعبة، وابني أصيب بمرض من صعب علاجه، وصرفت كل ما عدي من علاج، وبديت أتداين من قرايبي ومن أصدقائي وعلاج ابني، وبعدين ضاقت بي الدنيا، رحت أخذت قرض حتى سد الديون اللي بذمتي. يقول تفاجأت بأن مسحوب سيارة باسمي نوع توكسان هونداي موديل 22 سعرها 58 مليون دينار عراقي، مسحوبة باسمي وبدون علمي. النوب صارت ذمتي بالمصرف 58 مليون وقطعة وراتبي، وهسه حاليا مديون للدولة والعالم. ما رضى بجزة، رضى بجزة وخروف، وصار لي سنة بدون راتب، وضع حاليا تعبان وحالتي يرثى لها. أنا أشد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ورئيس الوزراء أقابلهم ينقذوني من الكارثة اللي وقعت بها. والله العظيم ما بقى عندي غير الانتحار أستاذ نجم. أوقفوا ياي، وصلوا رئيس الوزراء وزير الداخلية، أنا داخل على الله عليك، أريد ينزلون هذا الطونية بالله اللي. سيف. ألو، السلام عليكم. هلا هلا بسيف، شلونك؟ شلون أستاذ نجم، شلون صحتك؟ سيف، يا من يا مصرف ماخذين فلوس ساحبين قرض سيارة باسمك يا مصرف. أنا أستاذ نجم، أتعرف التافتي، أنا عندي مريض ابني، أنا منتسب بقيادة شرطة نينوى، وأنا يتيم الأبوين. عندي ابني بمرض شلل بقالون، شاله 70 سنتين ناقالون ماله، مرض مجمل. اي الراتب ما عاد الحق عليه، ما ادري انطي قف بيتي، ما ادري هسه هاي قريتها القصه، انطلبت الداينه رحت تاخذ قرض، لقيت ساحبين قرض باسمك وانت مالك علاقه، 58 مليون. رحت بس جاوبني، يا مصرف هذا مصرف الرافدين فرع 112، مصرف الرافدين زين 112 زين. رحت على المصرف اريد اقدم على كلفة، اريد اوفي هدينا برقبتي. رحت على المصرف كملت اجراءات، جيب مربع ذهبي، بصمت على اصول، انتظر اصلك يومي كل اسبوع، انتظر اسبوع اللي يجي. اخر شيء جاء شهر السادس 2022 جت الرواتب، اريد اروح استلم راتبي، رحت وديت على مكتب استلم بطاقه، يوم رددت وانا بطاقه ما في واقفه. خوش. رحت راجعت حسابات القيادي، قالوا ما عندك اي خلل، راتبك هذا كامل احنا دازينه للمصرف. زين. رحت على المصرف، يابا ليش بطاقتي واقفه؟ قال انت ساحب سيارتي وقت 2022، وحتى حاليا عليك من المصرف 57 مليون و700 الف. زين بس دقيقه. سيف. تجيب قصرك. سيف، انت المصرف يبيع سيارات، لو اخذ السلفه من المصرف يدعون، هم يدعون ماخذ سلفه ومشتري سياره. انا قدمت على سلفه بالمصرف، وطلعت شبكه نصب احتيال مشتريه معاملتي وتعبين باسمي سياره. خوش. مريت على السيد مشتريه معاملتي ب 40 ورقه. ماشي، بس دقيقه، هاي المعلومات قدرت توصل لها منين؟ رحت اشتكيت على القضاء. اشتكيت بالموصل. اشتكيت هالقضاء، جابوا شخص اسمه علي حسين علي. اي شنو هذا، شو يشتغل؟ هذا يشتغل كان وسابقا عسكري شرطي. هذا اللي ماخذ السياره التوكسان باسمك، مشتري معاملتك. نعم. زين. مشتري معاملتي. مشتري معاملتك منين؟ من يا موظف؟ مشتري من الاستاذ احمد، وهسه حاليا الاستاذ احمد مبطل. احمد يا وظيفه ما عنده. شو يشتغل احمد؟ احمد كان يشتغل بالحسابات مصرف الرافدين. زين، السيد مدير المصرف رحت له؟ رحت على مدير المصرف وسولفت له قصتي. يقول لي مشكلتك يابا، عندي دعوه قضائيه، هذه دعوه قضائيه، وانا مقدم اي تويت دعوه قضائيه تثبت. يقول لي مشكلتك انا ما اعرف، يا تجيك يا انزل عليك بلاغات، انزل عليك مذكره قبض. احمد يقول لك جيب، هاي مشكلتك. زين على لا مو احمد، هذا مديرة المصرف، مو احمد. شو اسمها المصرف؟ شو اسمها مديرة المصرف؟ والله نسيت اسم الكادي. زين والله انت نسيت اسمه. يمكن زين علي حسين علي. نعم. اخذ الفلوس للسياره والفلوس من مصرف الرافدين. لا، اخذ السياره فقط. اخذ السياره بالتزوير. اخذ السياره، والسياره حد الان بجهه مجهوله،
وأوراق السيارة عندي وسع علي بالمصرف 57 مليون و750 ألف وموقفين بطاقتي وصار لي سنة بدون أي سنة رواتي. أي سنة أي سنة هاي؟ على بين 22 بين 22 الآن سيد وزير المالية المفروض الآن المفروض الآن أنت تدخل مديرة المصرف طرف بالدعوة تشتكي على مديرة المصرف لأنه هذا العزيز أنا ما خليت أحد ما حطيته بالدعوة ما خليت شخص ما حطيته بالدعوة أستاذ العزيز القوي القوي مو مثل الضعيف أستاذ العزيز مستقوين على بفلوسهم هذا ما حد يستقوي عليك سيف سيف اسمع اسمع مدير مصرف الرافدين أنا بعد الحلقة مباشرة راح أتصل عليه ويتصل ويتصل على مدير مصرف الرافدين فرع 112 اللي موجود هناك والآن أنا مدير معاون مدير مصرف الرافدين أي سيد بشار أيضا تسمع ومدير المصرف يسمع ووزير المالية يسمع شنو مالي علاقة هاي سرقة تمت في داخل المصرف وعملية نصب واحتيال وتزوير في أوراق رسمية لمواطن مدير المصرف بنينوى يجب أن يكون بالسجن ويجب أن يخضع للتحقيق وغصبا عليهم يطونك حقك واللي يسولف أنه عنده فلوس وعنده ظهر على حساب المواطن هذا وقت راح يولي وما تبقى من أندوسة بالقرادة أستاذي أكو شخص ثاني طلعوا شبكة مو بس هذا طلعوا شبكة بالتحقيق طبعا يطلعون شبكة أكو شخص ثاني أستاذ العزيز عليه مذكرة خبر وقابل ثاني مذكر بيدي أستاذي يتجول وشال مسدسه ومدني ولي حاكي يقول له نذبحك يتولف باسم الأمن الوطني يتولف باسم الحشد يتولف باسم الداخلية أي خسى الحشد والأمن الوطني أشرف منه ومن الخبر جيب لي أستاذ العزيز أستاذ نجم من هو هذا باوع أنا أستاذ سيد وزير الداخلية المحترم أريد أقابله سيف. أنا أستاذ سيد رئيس الوزراء المحترم سيف هاتي يرت لها يا بعوف رئيس الوزراء يا معود سيف اسمعني اليوم سجلوا علي مركز قالوا هذا آخر بلاغ لا تجي أطل طلع عليك مذكرة سيف. يعني أنا مقاتل وكلها معارك أروح بس تجون حالي حال الإرهاب سيف بس اسمعني شوية اهدأ دزدي مذكرة القال قبض على هذا اللي شايل مسدسه ويفتر ويقول أنا بالأمن الوطني أو بالحشد أنا خابر قائد عمليات بس اسمعني يا أخي اسمعني يا أخي اسمعني أنت اسمعني دقيقة اسمعني دقيقة اسمعني دقيقة واحدة خلينا خدمك دزدي هذا الأمر القال قبض على هذا الشخص على الواتساب اللي يقول أنا بالأمن الوطني وبالحشد وشايل مسدسه ويفتر أخابر مدير الاستخبارات وقائد عمليات نينوى يلقون القبض عليه ويذهب بالسجن اسمعني تسمعني لو لا وهذه القضية راح أفتحها أمام وزير المالية ومدير عام مصرف الرافدين الكل يجي للتحقيق واللي يقول لك أنا أكبر من القانون وأكبر من الدولة ودي لي إذا علي أمر قضائي غصبا على الخلفة يخضع الأمر القضائي أو خلي أرد أشوف واحد يقول أنا أستخدم اسم الحشد لو اسم الأمن الوطني هو أخو ابن مرة يمشي على رجليه هذا منبر لكل العراقيين دزدي تشوف المصيبة الكبرى الثاني المصيبة الكبرى هو كان يداوم بالحدود سرق سلاح مال الحدود مال جماعته بالكريسيات سرقوا راح باعوا للسوريين هسه هذا عود يثبت بالتحقيق هذا يثبت بالتحقيق بس مدام الولد بعوزه بعد بس يلبس زيتوني ها ويفتر ودي لي امر القاء القبض عليه ودز لي عنوانه على الهواء مباشره اتصل بمدير الاستخبارات وقائد عمليات نينوى ومحافظ نينوى عندنا زلم تشتغل لاجيب لك راسه بالقاع بالقانون ويخضع للقانون شنو ردينا على الزيتوني وعلى البوتات الحمر والكركوشه اللي يتجاوز القانون ينداس على راسه ودي لي الامر القبض مالته